كنتمناك تكوني بنتي وصدقتي انك انت بنتي ولا عتبرتيني امك، انا فرحانه بزاف. هاد الخطوات الاسفي ان شاء الله مستعده بالصمد بطبيعه الحال، نمشيو للاسفي ونفوتوا اسفي. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى، كما تبعتوا معنا ملف ايمان 26 سنه اول ظهور لها مع الام حياه، ام تهامي بناني، لعدد كبير من المغاربه كيتبعوا القصه ديالها. مشاهدينا الكرام في الختم تكلمت على استاذه زين بخيار محاميه بهيئه الدار البيضاء والاستاذ الحقوقي عبد الصمد اللي دخلوا على الخط في الملف. التواصل ديال ايمان 26 سنه مع عبد الصمد في الهاتف والاستاذه زينب بانت حقائق اخرى مستجدات جديده في الموضوع، واتصالات المغاربه مشكورين ومعلومات عند ايمان رواتهم مع عبد الصمد والاستاذه زينب خيار في اطار البحث. انا تفاجات صراحه كيفاش تبعوا معايا عبد الصمد، تبعتي القصه ديال ايمان 26 سنه قصه ولا في الخيال، كيفاش شفتيها؟ اولا سنحيي الاخت ايمان على ثقتها في النفس اولا وعلى ارادتها في البحث على الام البيولوجيه ديالها، رغم اننا كنقولوا الام الحقيقيه هي اللي كتربي والاب الحقيقي هو اللي كيربي، ولكن هي في رحله البحث على الام ديالها. هي كتبحث لقات، ماشي غير لقات، وهي كتبحث على الام ديالها ناس اخرين كانت لهم سبب بانهم غادي يلقاو تهم الاسره ديالهم، هذه وحده. وسبحان الله العظيم في طريقها دارت خير ودات اجر عند الله عز وجل. القصه ديالها هي قصه كيعيشوها مجموعه من المغاربه، لان كلنا كنعرفوا المغرب في واحد المرحله معينه كنفتقدوا مجموعه كثيره في التربيه الجنسيه والانجابيه والى اخره، وهذه واقع نعيشه داخل المملكه المغربيه. دابا اليوم كنعرفوا كنسمعوا بان كاين شكوك في الام ديالها اللي ولدتها، كاين ربما بدات كتوصل او كتفك اللغز ديال معرفه الام ديالها اللي ولدتها، ثم في نفس الوقت كاينه شكوك قريبه من اليقين بانها قربت توصل للحقيقه ديال الام ديالها. غير الناس كنتمنى، لان من حقها تعرف، واللي عارف شي حاجه حشومه يخبيها، عيب عيب انه يخبيها، اللي عارف شي حاجه يقولها ليها، يجيها بشكل مباشر ويقول لها الحقيقه. علاش يقول لها الحقيقه؟ اول شيء يحيد ما يحيد ديك الامانه اللي امنوا الله عز وجل عليها مده 26 سنه، هذه راه امانه، ما يحشوم يخليها ويموت بها ويدفنها. والدليل على ذلك ان الام ديالها اللي رباتها والاب ديالها اللي رباها اعترفوا لها في المرحله الاخيره من حياتهم بالحقيقه. دابا اليوم هي واقفه غير في واحد خطوات على خطوات من الوصول الى الحقيقه. تبعنا محجوبه اللي عطاتها السر، هي الام اللي رباتها قالت لها محجوبه وحفيظه، محجوبه عطاتنا معلومات شيئا ما شح في المعلومه داك الشيء قليل، ولكن الصندوق الاسود هو حفيظه في اسفي. وهنا كاينه مستجدات في الموضوع اللي قالت لكم وانا يلا سمعتها تفاجات، يعني ولا ممكن انه تكون حفيظه ذا صله بالملف، انه تكون هي الجده. هذه أمور سمعتها جاتني غريبة، يعني ملف متشعيب فيه ألغاز. حنا نتمناو هاد الحفيظة، هاد الأسرار التي تحملوا في هاد الملف ديال أختنا إيمان، لا أختنا، لأن بغيت نقول أختنا، يعني نقولوا أختنا، بأن أن أنها تخرج وتقول الحقيقة، ما تخليهاش تمشي في التكهنات وتقول الاحتمالات وتقول لا، تخرج تقول الحقيقة، تقول لها ودي أنت راه بنت فلانه ولا بنت ولدي ولا بنت شخص اخر، المهم تخرج تقول لها الحقيقه، ما تخليهاش دير احتمالات وتكهنات وتبري الذمه ديالها من الامانه اللي حملها الله عز وجل وهي عارفها. ماشي راه الحمد لله راه هي عندها ثقه في نفسها بخير ومرتاحه، ما خاصها حتى شي خير، راه هي بغات تخوض هذه الرحله ديال البحث ديال الام البيولوجيه ديالها، من حقها تخوضها لان مامنه بها بغات تخوضها، ولكن خاصها تعرف بان المغاربه كلهم راهم خوتها، والامهات تاع المغاربه هما والديها، والاباء ديال المغاربة هما والديها. هي بغات غير تعرف، يعني من حقها تعرف على العلاقة البيولوجية مع من كاينة، ومن بعد اللي بغاو يختفيو غيختفيو، غير يعطيوها الحقيقة باش انها ترتاح، لان في رحلة بحث، وهذه رحلة البحث خاصها تنتهي، من حقها تعرف الحقيقة. عبد الصمد شكرا لك، غنشوف معك واحد المسألة أخيرة في الأخر، لأنه تكلمتي لي قلتي لي حنا غادي
ناصروها وغنمشيو معاها ونتقلو معاها وهي ماشي بوحدها. وهذا شيء من الشيم ديالك انا عارفه. مشاهدينا الكرام الحقائق اللي كلمت عليها في العنوان غنشوف شنو المستجدات اللي عند ايمان. شنو المستجدات اللي كاينه في الموضوع؟ المستجدات اللي عندي بان الناس كيقولوا لي غتقدري تكوني انت بنت ولدها، بنت ولد حفيظه. وانا الحاجه الوحيده اللي كنقولها وكنعاود نقولها وكناكد لها، غير قولي لي إلا كنت بنت ولدك قوليها، كنت بنت شي حد آخر قوليها لي. وأنا متأكدة أنك أنت عارفة الحقيقة من الأول حتى الآخر، وماشي غير بوحديتك، أنت وعائلتك كاملة وبناتك بناتك كيقولوا لك أنك ما تقوليش الحقيقة، أنك بقاي ساكتة. علاش هادشي كامل؟ ومن مي محجوبة حتى هيايا اللي كنقول لها أنا من صغري مي وغادي نبقى ديما كنقول لها مي، حتى هي في راسها وعارفة الحقيقة من الأول حتى الآخر، لا هي لا بناتها لا ولادها. علاش هادشي كامل؟ علاش هاد هما ناكرين؟ أنا ما باغا منهم حتى شي حاجة، راني كنقولها ونعاود نقولها. وأنا كنوعدكم أنا بغيت نعرف غير الحقيقة. بغاو يشوفوني أول مرة وآخر مرة، راه حتى أنا داكشي اللي سميت بغيت نشوفهم أول مرة وآخر مرة نشوفهم وصافي. هادشي انا اللي باغا نعرف، غير شكون انا، شكون الام ديالي وشكون الاب ديالي، هادشي اللي باغا انا، ما باغا منهم حتى شي حاجه، وهادشي اللي بغيت. الكل ينتظر اسفي، انت قلتي في الفيديو السابق تبعوا عدد كابين المغاربه ان الوضع الصحي ديالك شويه، قلت ان شاء الله دابا توليش مزيان غادي تقدر تشوف الموضوع تاسفي. مشاهدينا الكرام، استاذه زين خيار الشق القانوني في الموضوع، تبعتي القصه ايمان استاذه؟ تبعتها ملي بديتي فيها انا متبعها، وكان هذا بابا كان المسار ديالكم. انا اولا هذه بنت كنعتبرها بنتي، وكنقول نعتبر بان رابعه المرحومه رابعه هي امك الحقيقيه اللي هي ربعتك. كنعجزك من هذا المنظر على الوفاه ديالها، لان فقدتي ابوين مخلصين، لان حتى الله القران الكريم كيقول ارحمهما كما ربيانا صغيرا. هما اللي رباوك، هما اللي والديك. اما امك بيولوجيا راه شي حاجه اللي مشات منها ما نعرفوش حنا، واش بزز منها كانت خاضعه لشي ضغوطات باش يمكن تعطيك دوك الناس. الله يحسن العوان، حيت كان المغرب وحنا المغرب دوله محافظه، هتعرفي المآل ديال وحده حملت مع شي واحد، هذا ما كيعذر حتى شي واحد، الله اعلم بينا وبها. ربما هي كتشوفك دابا وكتألم، ربما تسبي انت دابا كتشوفك ما قادرش تقول، ربما تسبي في الموت ديالها. انا كنطلب من ديك السيده اللي سميتها حافظه، اللي هي بقات الوحيده اللي كانت اللي عطاتك الوالده ديالك المرحومه، بانها راه هي اللي عطاتك لها هي وحده اخرى، وانت بقى عندك امل الواحد حافظه. حافظه خاصها تخرج للواقع وتقول باش ما ديش الاسم ديال هذه البنت والاسم ديال ديك المرأة اللي دات والاسم ديال المرحومه، لانه راه سميتو راه عندها ظلمات ينقلها. هذا راه ظلم بالنسبه لك انت، راه ماشي راه ظلم حرام عليها انت. دابا راه امك راه حقيقيه، راه عرفتها قلتها لك، هذا هو الواقع. ولكن الله يقولك سميتو ساكت عن الحق شيطان اخرس. علاش كنتي احافظ على الحق راه انت شيطان اخرس؟ انت الا كنتي خايفه ماشي مش متابعه ولا عندك شي مشكله، ما كاين حتى مشكل مع ايمان، راه مسالمه، ما بغا دير حتى شي حاجه. انا كنهضر معك زين بالمحامي، ماشي المحاميه، زين بالانسانه. انا دابا كاينش كمحاميه، انا كانسانه، انا كن نحييك بنتي من هذا المنظر، وكنبين لك بان حنا غنديروا مجهوداتنا بالتواصلات ديالنا الاجتماعيه باش نقدر نوصلوا لامك الحقيقيه وغتعرفيها. وكنقول اي واحد كيعرف الحقيقه يخرج، ما غنتابعوه لا قانونيا، ما غنديروا حتى شي اجراءات قانونيه، ما غنديروا حتى شي حاجه. تجي تقول اشنو كاين غير باش تسامحوا، تسامحوا الضمائر وتسامح القلوب، باش عند الله هادشي شي حاجه كبيره. اما لكن حنا ما بغيناش ندخلوا مع القانون، اما كانت شي وحده كنعرفوها القانون باغا تدخل مع القانون، كاينه مساطر، كنديروا اثبات النسب، كنديروا الوظائف، كنديروا هادشي كله. ولكن هي ما باغاش، هي حيت اعتبرت الام ديالها هي رابعه، والحقيقه الامر هي رابعه. اما هادو غير بيولوجيا حتى هي عندها كنهضروها، لان كاين ظروف يا ربما اللي اثرت عليها باش جعلتها تعطيها لها، ربما بانت لها بان ربيعه في امنه وعطتها لها لان امنه. ومن هذا المنبر كنرحموا جزيل الرحم ربيعه والزوج ديالها، اللي هذه البنيه طلعوها صالحه في المجتمع
لهاد البنيه صدقت اللي حنونه اللي باقي كتقلب على مال البيولوجيا ما غاتعرف شي حاجه اللي راه من حقها لاي واحد من الراس يجبد. جيت في اخر ايامي عايشه مع واحد على اساس والديا يجي يقولوا لي انا ماشي والديك راه خاصه نحسوا الاحساس ديالها، راه فعلا عندها واحد الاحساس اللي رهيب اللي خطير، خاصنا نحترموها وخاصنا اللي عارف شي حاجه يقولها، راه ما كاين حتى شي حاجه قانونيه ما تنفعش من صدقها. استاذه هي باقي عندها جانب انه كتقول لك انا خايفه نمشي وتصدمني هذيك المراه، واش انت مستعده كأم؟ انا معاك في التحليل اللي قلتي، لا اناقش معك الموضوع كمحاميه، ولكن كانسانه وعندك وليد وطبيب في الدار البيضاء الله يحفظه، انا تلاقيت معاك ومعاه ما عندنا مشكل، واش مستعده استاذه ان تدير هذه البادره تخير رفقه الاستاذ عبد الصمد حقوقي فل؟ انا نكتفوا جهود انا استاذ عبد الصمد ولدي راه كنعرفوا كيدير تضحيات كيمشي يسافر كيقلب تيدير ادوار كامله، غنتعاونوا بالتعاون باش نوصلوا الحقيقه على الدنيا. وحتى الام ديالها ما عرفاتش المسار ديالها، اش هي السبب اللي داسها؟ ربما ديك الام تسطات، ربما ديك الام ما عرفتش وقع لها من جراء عطاتها البنت، ما عرفناش شنو كاين، خاصنا نوصلوا الحقيقه باش الانسان يعيش في طمأنينه اجتماعيه، هذا الشيء بغينا، وكنعتبر حتى بنتي راه بنتنا، راه بنت المغاربه كلهم، انا كنتمناك تكوني بنتي، وسداتي لك انت بنتي، ولا عتبرتيني امك انا فرحانه بزاف. شكرا للي اختار. الكلمه الاخيره تفضل. الكلمه الاخيره انني كنشكر استاذ عبد الصمد وكنشكر استاذه زينب اللي منضمنين معايا واقفين معايا، كنقول لهم شكرا بزاف، وكنشكر ام حياه حتى هي اللي جات وحتى هي واقفه معايا كأم، وكنقول لهم شكرا بزاف. شكرا لك. غادي نخلي الكلمه الاستاذ عبد الصمد. هذه الخطوات الايجابيه بواحد الطريقه ضيقه بدون تصدع، ما عرفناش الوضع الصحي ديال السيده حفيظه، بواحد الطريقه انها تعطيها المعلومات باش تشوف معها انت الاطار الحقوقي والاطار القانوني على المحاميه، توصلوا للهدف هذه الام بواحد الطريقه اللي حنا عارفين كاع الاشكاليات، ممكن تكون هذه الام زوجه ومتسطره على الموضوع ولا ما عارفاش ليسونسيال، يعني الهدف الاسمى في الموضوع هو هذه البنيه تعرف الحقيقه يعني بشتى الطرق المشروعه والقانونيه، ولما لا هذه الام تقول لها الحقيقه بنا معاه كما كنقولوا، وتعرف حتى لا تقع يوما ما في المحظور. غدا ولا غدا غتبغي تتزوج هذه غتقول لك انا غناخذ واحد يطلع من ولد شي مراه وديك المراه كانت تماها، ولينا في مشكل. هذه الخطوات الاسفي ان شاء الله مستعده عبد الصمد. بطبيعه الحال نمشيو للاسفي ونفوتوا اسفي. احنا علاش؟ لماذا نفوتوا اسفي؟ لان اليوم نمشيو ان شاء الله مع الاستاذه زينب اللي كنحييه فيها الروح ديال الانسانه. بغض النظر على انه استاذه محاميه في الدار البيضاء، لا الانسانه حيفيد نمشيو معاكم نشوف السيارات ونمشيو معاك حتى الاسفي ونقدروا نمشيو ابعد من ذلك، الا عندنا شي حاجه على هاد حفيظه ولا هذا غنتقدموا بشكايات باش دار لا دهان باش نعرفوا هاد حفيظه اللي بغاو شوف راه الانسان هنا دار هنا دار الباطل ولا دار الحق. هاد السيده اللي كانت عارفه شي حاجه تتصل بها وتقول لها الحقيقه، لا ما تجي عندها تقول لها شنو كاين، لا لان حنا ملي غنترافعوا في هذا الملف الا وصلت الحلول والمعرفه ديال مجموعه من الامور بالطرق حبيه مرحبا، الا ما وصلتش غنلجؤوا للمساطر القانونيه وغنطالبوا بلا دعان ديال هاد السيد اللي عندنا فيه شكوك واي واحد كنشكوا فيه باش نوصلوا للحقيقه. علاش؟ لان اليوم هاد السيده بغات تعرف حقيقه، وهذه ختنا وهذه دستوريا عندها حقوق علينا من غض النظر الحقوق الدينيه اللي هي مفروض علينا الحقوق المكتسبه قانونا ودستوريا، فهاد الحقوق حنا غندافعوا عليهم حتى توصل للحقيقه كيف ما كانت في اسفي في العيون في الداخله في قلميم حنا معاك، زعما ماشي كنقولوها لاننا قدام الكاميرا ولا قدام السي يوسف ولا قدام الاستاذه، حنا معاك حتى توصل للحقيقه ان شاء الله. شكرا لك وكنشكرك على هذا الحماس اللي فيك استاذه زينب، شكرا لك على هذا الحماس اللي عندكم مع ايمان. مشاهدينا الكرام صراحه كلام جد معبر ويثلج الصدر. ايمان ماشي بوحدها، مجهود كبير ديال المغاربه في المغرب وخارج المغرب، الان تبعنا الجانب الانساني مع الام حياه اللي كتقولها انا الام ديالك، الان معايا الناس ديال القانون لا الحقوق ديال الاستاذه زينب خيار تيقولوا لها من اسفين فوتوا اسفين ليه باش توصل الحقيقة ديالها. إيمان اللي تنور رأي العام أكثر في الموضوع، ضحية أخطاء ليس لها من ذنب ولو 0.0%. إيمان كتعاني من المرض في الرجلين ديالها حسب تصريح وتشخيص ديال الأطباء
من اشكاليات اللي دارت الام الاصليه ديالها في الوقت اللي كانت بغات انه تحيدها من كرشها. هذا واقع الحال. من بعد احتضنوا هاد الناس كبنات كتعاني في المرض، ما هاد الناس ما عندهمش وليدات، ما عندهاش الاخوه، الفضل ديال الله عز وجل وبعض من العائله ديال المرحومه ربيعه اللي كيساعدوها على راسه من شفتو معايا في الفيديوهات حبيبه، اللي عدد كبير من المغاربه تيوجهوا لها الشكر، لها دور كبير في كيتساعد ايمان. مشاهدينا الكرام، الملف على بر الامان، ننتظر بشغف الاستقرار الصحي شيئا ما ديال ايمان، وسوف ننتقل كما وعدتكم الاسفي للبحث في دقه في الموضوع. لازلنا نتابع الملف بالشق الانساني والودي 100%. نتمنى الا يصل هذا الملف لمنحة اخر وهو منحة ديال القضاء. استاذه زينب تكلمت بعفويه، شرحت الموضوع، صله الوصل ديالها مع الى كتب ربي مع حافظه من اجل الوصول للهدف. اعطيو لهاد الابنه شكون هي امها وشكون هو باها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.